احتجاجات مستمرة في إيران، وخطيب جمعة زاهدان يطالب بوقف القمع والامتناع عن سجن الأطفال. تقريران دوليان يؤكدان اعتقال قرابة 50 صحفيا في إيران منذ بدء الاحتجاجات، غالبيتهم نساء. مقتل عمال بحقل التيم بهجوم لداعش في دير الزور، وعملية مشتركة للتحالف الدولي والأكراد تضبط 50 داعشيا. قصف روسي مكثف على أوكرانيا، وإقليما لوغانسك ودونيتسك يقران دستورين جديدين. أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النشرة من الحدث. في إيران تتواصل الاحتجاجات الشعبية ضد النظام في مدن مختلفة، متزامنة مع ذكرى 40 لمقتل 7 محتجين على أيدي عناصر الأمن الإيراني. نقلت مقاطع فيديو نشرتها مواقع إيرانية تظاهرات عديدة في مختلف أحياء العاصمة طهران، كما تجمع مواطنون في حي شهر زيبة في العاصمة قرب منزل أسرة حميد رضا وروحي أحد ضحايا الاحتجاجات، ورددوا هتافات مناهضة للمرشد الإيراني علي خامنئي ونظامه. أضرم محتجون النار في لافتة للنظام عليها صورة قاسم سليماني على طريق ياتكار السريع في طهران. في غضون ذلك يواصل قضاء النظام الإيراني إصدار أحكام وصفت بالقاسية بما في ذلك الإعدام والجلد. أعلنت لجنة مراقبة المعتقلين الإيرانيين أن مهدي بهمن الكاتب والرسام المسجون نال حكما بالإعدام بتهمة التجسس لجهات معادية مع حرمانه من حقه في توكيل محام. كما قضت محاكم النظام في مدينة زاهدان جنوب شرق إيران بالسجن 9 أشهر والجلد ب60 جلدة لكل من شاب وفتى يبلغان من العمر 18 عاما و17 عاما على التوالي بتهمة المشاركة في الاحتجاجات المندلعة منذ أشهر في المدينة. شن خطيب جمعة زاهدان مولوي عبد الحميد هجوما على انتهاكات للنظام الإيراني ضد المحتجين لا سيما الأطفال. طالب النظام بعدم سجن الأطفال والمراهقين وعدم ضربهم والتعرض لهم، مشيرا إلى أن النظام الإيراني يقدم على سجن طفل حتى يكبر لينفذ فيه حكم الإعدام. شدد خطيب جمعة زاهدان على حرية التعبير داعيا إلى ترك الإيرانيين يتكلمون ويحتجون كما يجري في دول العالم. قال: يتهموننا بالانفصاليين ونرد عليهم بأن جميع القوميات ضد التقسيم، مشددا على وجود نقاط ضعف في الدستور الإيراني والنظام لا يطبق بنوده. يا بدر نقل موقع إذاعة فردا الإيراني المعارض عن مصادر أن محكمة الثورة في طهران أصدرت حكما بإعدام الرسام الإيراني مهدي بهمن الذي اعتقل خلال الاحتجاجات بعد إجراء مقابلة مع قناة إسرائيلية. كشفت لجنة متابعة أوضاع المعتقلين الإيرانيين أن مهدي بهمن حرم من حقه في تعيين محام أثناء جلسة المحكمة. من عمان ينضم إلينا رئيس وحدة الدراسات الإيرانية في معهد الشرق الأوسط للإعلام والدراسات السياسية الدكتور نبيل العتوم. أهلا بك معنا على شاشة الحدث. رغم كل التنديدات، إيران مصرة على إصدار وتنفيذ أحكام بالإعدام، آخرها صدر حكم بالإعدام على فنان إيراني وهو مهدي بهمن. لماذا تصر إيران على اتخاذ هذه العقوبة كتعامل وحيد أمام هذه الاحتجاجات؟ مساء الخير سيد ضحى. يعني في واقع الأمر هذا يعكس دموية النظام الإيراني، ويعكس أنه لا يوجد هنالك خيارات واقعية وحقيقية يستطيع اللجوء إليها النظام الإيراني حتى يستطيع الحد من هكذا تظاهرات. الآن مارس سياسة الاعتقالات، مارس سياسة الإعدامات، واليوم كان في هنالك أحاديث حتى عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول عزم النظام الإيراني تنفيذ أيضا عدد من الإعدامات الأخرى،
وربما حديث إمام السنة في زاهدان يعكس تجاوزات النظام الإيراني، عندما يتم اعتقال أطفال بعمر 14 أو 15 عام ثم إبقائهم في السجون حتى يبلغوا السن القانوني ثم يقوم بإعدامهم، وهذا مخالف للتشريعات وحتى مخالف للشريعة الإسلامية. بعتقد أن النظام الإيراني هو نظام مربك ضحى، وصل إلى مرحلة اللاعودة، خاصة أن هنالك أساليب باتت مبتكرة لقمع المحتجين، تمثلت في عمليات الاختطاف واحتجاز بعض حتى السجناء واغتصابهم وتنفيذ أحكام إعدام وبيع أعضائهم وحتى إلقاء بعض المتظاهرين من بين أو من فوق المناطق والمباني العالية في طهران، ثم القول بأنهم قاموا بالانتحار، وحتى أنه وجدوا بعض الناس اللي تم إطلاق سراحهم قاموا بعد أيام معدودة بالانتحار، يقولون هذا انتحار طوعي تكفيرا عن الأخطاء والمعاصي، لكن في واقع الأمر ربما قد يتم إعطائهم أدوية محددة هي التي تسبب الهلوسة وتجعل المحتجين يقومون بعملية أو لتم الإفراج عنهم بالقيام بما يسمى بالانتحار. في واقع الأمر يعني الآن باتت إيران تعيش ظروف مركبة غير مسبوقة في ظل السجال الداخلي غير المسبوق، خاصة مع التحذير من انهيار الاقتصاد الإيراني والعملة الوطنية تومان ضحى، وصل بالأمس أكثر من 43 ألف تومان. بالأمس قرأت مقال لافت كان في اقتصاد الدنيا، وهي صحيفة إيرانية حتى محسوبة، هي محسوبة شبه رسمية، تتحدث ربما عن احتمالية وصول الدولار إلى 285 ألف تومان في العام 2027 في حال استمرار وتيرة الاحتجاجات الداخلية وفي حال انهيار الاقتصاد الإيراني. نعم. أعتقد أن الأمور مرشحة للتصعيد يوما بعد يوم، وهنالك تصاعد لحدة الخلافات بين مجلس الشورى والحكومة بدأها نشهدها خلال الأيام القليلة الماضية، وحتى عمليات انتقاد من جانب رجال دين كانوا محسوبين سابقا على النظام الإيراني. الاحتجاجات في تعم كل المدن الإيرانية، هؤلاء الذين قتلوا منذ بداية الاحتجاجات على يد النظام إلى أي مدى يصبحون أيضا الدافع الرئيسي الذي يؤجج الغضب الشعبي ويجعل هذه الاحتجاجات مستمرة؟ يعني الاعتقالات وعمليات الإعدام واتباع الأساليب القمعية مع تضافر الظروف الاقتصادية والاجتماعية في إيران سوف تؤدي إلى استمرار هذه الاحتجاجات. لا يوجد خيار أمام المحتجين ضحى سوى الاحتجاج، لا يستطيعون الرجوع إلى منازلهم، لأن الرجوع إلى منازلهم معناه استفراد النظام الإيراني بهؤلاء المحتجين مجددا، وسوف يتم اعتقالهم وربما تنفيذ أحكام إعدام على حسب رؤية النظام الإيراني. النظام الإيراني بدأ يطرح ما يسمى بفكرة الأمن أولا ثم الإصلاحات ثانيا، وكنت قلت لك الآن مش فقط تصاعد حدة الخلافات ما بين مؤسسات الدولة الرسمية السياسية بين مجلس الشورى والحكومة، بل أيضا هنالك وجهات نظر مختلفة للتعامل مع الاحتجاجات بدأنا نشهدها من عدد من رموز المحسوبة على اللي كانت محسوبة على النظام الإيراني، وعائلات كانت محسوبة على النظام الإيراني مثل عائلة لاريجاني، محمد جواد لاريجاني، ووجه انتقادات شديدة اللهجة لأجهزة الأمن الإيرانية، وقال إنه هؤلاء المحتجين جل منهم هم متعلمون ولا يجوز التعامل معهم بهذه الطريقة التي يتعامل بها المؤسسات الأمنية الحالية. بعتقد أنه الآن هنالك انقسامات بدأت حتى بين التيارات السياسية داخل إيران، بين تيار الصمود ما يسمى بتيار بايداري والتيار الذي يرأسه محمد باقر قليباف الذي بدأ يشن هجوم منسق ضد حكومة إبراهيم رئيسي، يتهمها بعدم القدرة على ضبط الأمور الأمنية والسياسية، يتهمهم بمهاجمة الفريق الاقتصادي للرئيس إبراهيم رئيسي، يتهمهم بعدم الإيفاء بالوعود، أنه خاصة مع انهيار العملة الوطنية 33% فقدت من قيمتها، نسبة التضخم وصلت إلى 50%، وأيضا مهاجمة كذب الوعود أنه حكومة الرئيس روحاني الرئيس إبراهيم رئيسي وعدت بأربع ملايين وظيفة وأربع ملايين مليون مسكن، وقال هذا الأمر منافي للحقيقة. كل هذه الضغوط على النظام الإيراني هل يمكن أن تؤدي إلى سقوطه في النهاية؟ بعتقد أنه مرشحة بشكل كبير جدا، هذه الضغوط سوف تؤدي إلى تآكل شرعية النظام الإيراني، سوف تنعكس إلى مزيد من الخلافات والانقسامات
خاصة أنه حتى أولاد خامنئي في مشكلة ضحى بينهم، بين خلاف بين مجتبى وميثم ومسعود. مجتبى الذي يشرف على ابتلاعات رهبري أو ما يسمى بمخابرات القائد، التي تشرف على جميع أجهزة الدولة الأمنية والعسكرية. في واقع الأمر أيضا هنالك بعض الأسر اللي كان لها دور في الوقوف إلى جانب النظام في وقت سابق، مثل عائلة رفسنجاني وكروبي والليرجاني، الآن بدأت تستشعر الخطر وبدأت تنتقد أسلوب النظام الإيراني. الآن النظام الإيراني مرشح للتفكك أكثر من أي وقت مضى، خصوصا مع دخول الأقليات والشعوب غير الفارسية على خط هذه التظاهرات. النظام الإيراني لابد أن يقدم هذه التنازلات، لكن في حال تعنته ولم يقدم هذه التنازلات، بعتقد مع قيام الشعب الإيراني بكسر حاجز الصمت وتحطيم تابو المحرمات، باتت لا يوجد هنالك خيارات سوى الاستمرار في هذه التظاهرات، على الرغم من عدم وجود يعني قيادة أو كاريزما جذابة على غرار ثورة 79 أو على غرار الانتفاضة الخضراء في العام 2009. لكن بعتقد أنه ربما وقوف بعض رجال الدين الآن اللي لهم ثقل ومرجعية سياسية ودينية. مصطفى حاجي بور كان له بيان شديد اللهجة اللي كان يتحالف مع النظام الإيراني، بعتقد هذا سوف يؤثر على النظام الإيراني ويسرع في انهياره. شكرا جزيلا لك. من عمان رئيس وحدات الدراسات الإيرانية في معهد الشرق الأوسط للإعلام والدراسات السياسية الدكتور نبيل العتوم، شكرا جزيلا لك. نبقى في إيران، حيث ذكر تقرير لمراسلون بلا حدود ولجنة حماية الصحفيين أن إيران على رأس الدول المهددة للعمل الصحفي. وصف تقرير المنظمة الاعتقالات الواسعة للصحفيين في احتجاجات إيران بحملة القمع الكبرى، كما أشارت لجنة حماية الصحفيين إلى أن إيران على رأس الدول التي لديها أكبر سجن للصحفيين لهذا العام، حيث يحتجز النظام نحو 50 صحفيا، ما جعل إيران ثالث أكبر سجن للصحفيين في العالم عالم بعد شهر واحد فقط من بدء الاحتجاجات. بحسب تقرير اللجنة، فإن عددا قياسيا من الصحفيات معتقلت في السجون بسبب دعمهن للاحتجاجات الشعبية. قررت لاعبة الشطرنج الإيرانية سارة خادم الشريعة عدم العودة إلى إيران بعد أن ظهرت بدون حجاب في ألعاب الشطرنج في كازاخستان. توجهت لاعبة الشطرنج الإيرانية التي تصدرت صورها بدون حجاب عناوين الصحف في الأيام القليلة الماضية في بطولة العالم في الماتي، توجهت إلى إسبانيا وطلبت اللجوء. تعد سارة أحدث رياضية تظهر في مسابقة بدون حجاب منذ اندلاع احتجاجات ضد النظام الإيراني. من مدريد تنضم إلينا الناشطة الحقوقية الدكتورة مهديسة توكلي، أهلا بك معنا على شاشة الحدث. هذه يعني لاعبة الشطرنج الإيرانية سارة خادم تذكرنا أيضا بإلينازرا كابي التي تلقت تهديدات من قبل النظام بعدما ظهرت في بطولة التسلق، على الرغم من أنها كانت تضع شيء على شعرها ولكنه لم يكن الحجاب الذي يرضى عنها النظام عادة. ما الذي يمكن أن تواجهه سارة إذا ما عادت إلى إيران؟ بالتأكيد سارة تعرف هذا النظام، والجمهورية الإسلامية لا تسمح لأي لاعب أن يظهر بلباس لا يتماشى مع القواعد المفروضة من قبل النظام، وبالتالي هذا يعتبر سلوك خارج عن القواعد. كما أن اللاعبين أو اللاعبات بالأحرى لا يسمح لهن بمصافحة اللاعبين واللاعبات الآخرين لا سيما الأمريكيين. إذن سارة تدرك جيدا بأنه لا يمكن لها أن تعود إلى إيران طالما ظل النظام الإسلامي في السلطة، فهذا الأمر واضح كل الوضوح. لكن ما يجب التفكير فيه الآن هو أن نظام الجمهورية الإسلامية عليه أن يدرك أنه يخسر كافة المصادر التي يعتمد عليها، واللاعبون المحترفون مثل سارة ليسوا كثيرين، هم عددهم محدود للغاية، واللعب بهذا المستوى من المنافسات يعكس أهمية هذه اللاعبة. لكن النظام يواصل خسران هذه اللاعبة وغيرها من اللاعبات واللاعبين. وشيء الأهم أيضا أن هذا يظهر أن نظام الجمهورية الإسلامية كل الأشياء لديه هي سياسية بما في ذلك الرياضة، وهذا هو الأمر الذي يعتبر
تعتبر على المحك وعلى الاتحادات الدولية أن تتبنى مواقف مناهضة للنظام وعلى الأنظمة الدولية والاتحادات الدولية أن تقوم بشيء ما. إلى أي مدى هناك تخوف على حياة لاعبة الشطرنج الإيرانية سارة خادم الشريعة إذا ما ذهبت إلى إيران، وما نوع الدعم الذي يصل إليها من المجتمع الدولي، وإذا كنت تعتقدين من متابعتك بأنها ربما تحصل على حق اللجوء في إسبانيا؟ إن وضعها هو نفس الوضع الذي نلاقيها في لدى أولئك الذين يطلبون اللجوء السياسي لأنهم لا يستطيعون العودة إلى بلادهم. إذن هذا هو الوضع الذي توجد سارة فيه، وأسرتها أيضا تواجه خطرا داخل إيران، وبالتالي يجب على طلبها باللجوء السياسي أن يحظى بالقبول. نعم، ما مدى التخوف أن يتم ملاحقة هؤلاء يعني السيدات الإيرانيات حتى خارج إيران إذا لم يرتدين الحجاب؟ أم تعتقدين بأنه يمكن لهم العودة لاحقا لإيران؟ كلنا نحلم بالعودة إلى وطننا، كلنا في هذا الوضع ونريد أن نعود إلى إيران، لكن شريطة أن تكون الأمور داخل إيران طبيعية. نحن نأمل أن نعود إلى إيران والوضع سائد على هذا النحو. نعم. أيضا أستفيد من وجودك معنا دكتورة مهديسة توكلي، وأنت ناشطة حقوقية، إذا ما كنت تتواصلين أيضا مع الحركات التي تنشط خارج إيران دعما لهذه الاحتجاجات، ما الذي يقدم من الخارج من الإيرانيات في الخارج لدعم الاحتجاجات في الداخل الإيراني؟ الواقع أنه للأسف كافة المنظمات تفضل أن تقدم الدعم لغيرها من المنظمات، وحتى الآن هناك جماعات كثيرة تعمل بشكل مستقل. نحن نعمل كأفراد وليس كمنظمة، ولذلك فإن كل منظمة حقوقية في العالم تساعدنا على الصعيد العاطفي ومن خلال إظهار التعاطف معنا دون أن يتعاونوا معنا يدا بيد ولا يعطوا مساحة للتقارير التي نعدها، ولا سيما هذا هو الوضع الذي يسود حاليا في إسبانيا. ما الذي ينتظره أو ما الذي يمكن أن يقدمه المجتمع الدولي لدعم هذه التظاهرات والاحتجاجات في الداخل الإيراني؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال بضيفتي، أشكرها على أيات حالة انضمت إلينا من مدريد الناشطة الحقوقية الدكتورة مهديسة توكلي. دانت خارجية النظام الإيراني إدراج الولايات المتحدة الأمريكية بعض البنود ضد طهران في قانون تفويض الدفاع الوطني الأمريكي 2023. أكد المتحدث باسم الخارجية ناصر كنعاني أن واشنطن أدرج بنودا معادية لبلاده في قانون تفويض الدفاع الأمريكي 2023، مدعيا أن توجيه الاتهامات لطهران بشأن الأنشطة الإقليمية مزاعم لا أساس لها من الصحة، وأن إيران أسهمت في الحفاظ على خطة العمل الشامل المشتركة عبر تقديمها لمبادرات ولإبدائها للمرونة الدبلوماسية رغم عدم استفادتها من حقوقها الكاملة في إطار هذه الخطة حسب وصفه.
وهذه نشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. القبض على عشرات الدواعش في الشمال السوري. أو يبدو كذلك، لا شيء يختلف، انتظار، انشغال وسكون. كانت لحظة تسبق الخبر بقليل، ثم يبدأ حدث يؤثر على حياة الناس. تفاصيل تختلف، قصص تتشابه، ويبقى الإنسان محور الحدث. يواصل إيرانيون انتفاضتهم ضد النظام في الشوارع والجامعات. ما هي سيناريوهات الشارع المنتفض على سلوك حكومته في الأيام المقبلة؟ كان جواب الحكومة الرصاص والقتل للمتظاهرين البلوش. خامنئي عاجز، هل يؤيد الناس أم يؤيد بلطجيته؟ ما الذي تغير بانضمام منطقة الأحواز للمظاهرات؟ الأزمة كشفت عن ضعف الخطاب التقليدي للنظام. المتظاهرون بدأوا بالتجمع هنا في ساحة الجمهورية تضامناً مع قضية الشابة مهسا أميني. الدور الخارجي، هل يمكن أن يغير شيء في الداخل الإيراني على المستوى الأمني أو السياسي؟ هل كل ذلك يضمن بأن يكون مصير هذه الاحتجاجات مختلفاً هذه المرة؟ حالة الإنكار التي يعيشها النظام الإيراني هي الفخ الذي ينصبه لنفسه. يوجد هناك السياسي لدى هذا النظام. هل يمكن لهذه التظاهرات أن تصمد أمام هذا القمع من قبل النظام الإيراني؟ أهلا بكم. دعا مجلس سوريا الديمقراطية، وهو الذراع السياسية للإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق البلاد، إلى مواجهة ما سماه تحالف النظام السوري مع تركيا وإسقاطه. قال المجلس في بيان أنه ينظر بعين الشك والريبة إلى اجتماع موسكو الثلاثي الذي جمع وزراء دفاع تركيا وروسيا والنظام السوري. كان المتحدث باسم الإدارة الذاتية الكردية لشمال وشرق سوريا لقمان أحمي صرح يوم أمس بأن لقاء موسكو الثلاثي يهدف إلى منح أنقرة مشروعية للسيطرة على الشمال السوري. أعلنت قوات سوريا الديمقراطية قصد أنه لليوم الثاني على التوالي تواصل قواتها بمشاركة قوات التحالف الدولي عمليات صاعقة الجزيرة لتعقب وملاحقة خلايا داعش في المنطقة، مشيرة إلى أن القوات المشتركة اعتقلت 52 من عناصر داعش والمتعاونين معهم كانوا يحتمون في المناطق السكنية والمزارع الشعبية. قالت إن القوات المشتركة انطلقت من 9 محاور، حيث اتسعت منطقة عمليات التمشيط والغارات بعد أن حاول بعض عناصر الخلايا الضغط على الأهالي لتأمين سبيل للفرار. وخلال التحقيقات اعترفت عناصر داعش بضلوعهم في العديد من العمليات الإرهابية، فيما كان عدد منهم يستعد لتنفيذ عمليات إرهابية خلال عطلة رأس السنة. We'll be right back.
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 12 شخصا من عمال حقل التايم النفطي في شرق سوريا بهجوم لداعش استهدف حافلتهم. أوضح المرصد أن الهجوم جرى من خلال تفجير عبوات ناسفة وإطلاق نار بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة. كان أعلام النظام السوري أعلن أن الهجوم أدى إلى مقتل 10 أشخاص وإصابة 2 آخرين. يذكر أن روسيا منحت شركة القطرجي السورية أحد واجهاتها وواجهات النظام الاقتصادية والتي تخضع لعقوبات أمريكية عقد استثمار لأبار التيم والتوريد النفطية في دير الزور الذي ينتج كل منهما 2500 برميل يوميا لمدة 5 سنوات. من بروكسل ينضم إلينا رستم محمود الكاتب والباحث السياسي. أهلا بك معنا على شاشة الحدث. إذن كل هذا التحرك من داعش الآن، دلالات هذا التحرك من داعش والهجمات التي يقوم بها برأيك؟ يعني الدلالات الأكيدة أن كل ما يجري على المستوى السياسي خصوصا بين النظامين في دمشق وأنقرة والتغطية الروسية لذلك الموضوع لن يؤدي في المحصلة إلى نتيجة واضحة، يؤكد بشكل واضح أن هذه المنطقة الخاضعة لسيطرة النظام السوري منذ أكثر من 6 سنوات وبوجود روسي وتغطية جوية ولوجستية روسية في المحصلة لم يتمكن من حل المعضلة الأساسية في سوريا المتمثلة بوجود مشكلة سياسية في هذا البلد. حضور داعش في تلك المنطقة التي يعني حقل التيم لا يبعد عن مدينة دير الزور أكثر من 20 كيلومتر، الأمر الذي يعني أنه في قلب حواضر النظام في تلك المنطقة وقدرته على المراقبة اللوجستية لأعضاء في النظام وأعضاء في أكثر مؤسسة حيوية بالنسبة له وتنفيذ عملية مباشرة عبر عملية معقدة من طرف هناك يعني مفخخات ومن طرف آخر هجوم مباشر. هذا يدل على الحضور المتنامي لتنظيم داعش في تلك المنطقة وتالياً عدم قدرة النظام السوري على ضبط كامل المنطقة الخاضعة لسيطرته، فكيف به يتحدث الآن عن توافق مع الطرف التركي وحل المسألة السورية عبر إرجاع قرابة 8 ملايين سوري إلى حظيرته مرة أخرى أو إرجاع ثلث سوريا الخاضعة لقوات سوريا الديمقراطية لسيطرته؟ في هذه النقطة قوات سوريا الديمقراطية تقول بأنها ستواصل إسقاطها لهذا التحالف التركي السوري، هل تستطيع قصد أن تقوم بذلك خاصة بأن هذا التقارب يقوم برعاية روسيا؟ يعني قصد وأن لم تكن تستطيع كذلك فعليا فأن قصد تقصد أنها سوف تقدم بدائل عن هذا المشروع سواء على المستوى السياسي أو على المستوى اللوجستي الأعلى، لأنه في المحصلة هذا التحالف وهذا البرنامج المرسوم حسب التصريحات الصادرة من الطرفين تعني إعادة عقارب الساعة إلى عام 2011، هيمنة النظام المطلقة على كامل مناطق سوريا وعودة الإدارة المركزية بدون أي حقوق سياسية وبدون أي توافق سياسي بين المتصارعين السوريين، وتاليا تهيئة الأرضية لعودة الأمور واندلاعها من جديد. المسألة في سوريا، المسألة الأمنية في سوريا، والمسألة الاقتصادية في سوريا وكل تفصيل آخر في سوريا هو موضوع سياسي، وكل ما يجري بين سوريا وتركيا وبين النظامين في سوريا وتركيا هو نقاش يستبعد السياسة تماما، يستبعد أن يكون هناك إعادة بلورة لسوريا وإعادة تأسيس لسوريا ليكون لجميع السكان. ولكن حينما تقول قصد بأنها ستسعى إلى إسقاط هذا التحالف، ما الذي بوسع قصد أن تقوم به؟ يعني بقصد على الأقل تستطيع أن تفعل 3 أمور. أولا هناك تحالف استراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية والقوى الأوروبية، هذا التحالف حسب ما عبر عنه المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية في الأمس الذي قال إنهم لا يؤيدون مثل هذه الخطوات وأن النظام في دمشق يجب أن يخضع للمحاسبة وأن يكون هناك عملية سياسية مستدامة، التواصل مع هذه القوى الدولية للتأكيد لهم بأن هذا المسعى يضر بالأمن القومي العالمي لأنه يؤسس لعودة الإرهاب. المسألة الأخرى قصد تستطيع عبر الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا ومجلس سوريا الديمقراطية أن تمد اليد إلى كافة الحلفاء السياسيين السوريين الذين يتضررون من هذا التواصل بين النظامين في دمشق وأنقرة. في المحصلة جميع القوى السورية التي كانت مقربة من أنقرة تكتشف اليوم بأن أنقرة لا تحمل أي شيء، هي تستخدمهم لصالح أمنها القومي، واليوم ليس لصالح الأمن القومي التركي، اليوم لصالح الحملة الانتخابية للرئيس أردوغان وحزب العدالة والتنمية.
المستوى الثالث الذي تستطيع أن تتحرك فيه قسد أو قوات سوريا الديمقراطية في ذلك الاتجاه هو مع الشعب السوري. القواعد الاجتماعية في مناطق النظام، القواعد الاجتماعية الخاضعة لتركيا، عليها أن تعرف تماما حالة المجاعة وحالة العوز التي تعيشها مناطق النظام، متأتية أولا من غياب أي مشروع سياسي يملك أفق لكل السوريين، وعودة النظام إلى النقطة الأولى وعودة التوافق مع تركيا إلى تلك النقطة الأولى سوف يزيد من مستويات المجاعة والعوز، وسوف يهدم باقي ما هو موجود في سوريا من بنية تحتية ومن طبقات تعليمية وكل شيء باقي على الأرض. نعم، ولكن مع ذلك التقارب التركي مستمر مع النظام، ما الذي يمكن أن تقوم به قصد إذا ما قامت تركيا بشن العملية التي تريد أن تقوم بها في الشمال السوري؟ يعني بوضوح لا تستطيع تركيا أن تقوم بأي عملية عسكرية برية، وتقاربها مع النظام السوري على العكس تماما يدل على عدم قدرتها القيام بأي عملية. طوال الشهور الخمسة الماضية كان الرئيس أردوغان يقول أن أول اجتماع لمجلس الأمن القومي التركي سوف يتخذ فيه القرارات، وصرح يعني مولود تشاوشوغلو وزير الخارجية التركي أكثر من 10 مرات بأن تركيا لا تنتظر ضوء أخضر من أحد. لكن الأحداث الواقعية على أرض الواقع وبمجرد اتصال من وزير الدفاع الأمريكي مع نظيره التركي دل بوضوح أن قرار اجتياح هذه الأراضي يجب أن يمر عبر ضوء أخضر أمريكي، وهذا الضوء الأخضر غير موجود تماما. لأجل ذلك تحاول تركيا الالتفاف على هذا الموضوع لتوحي للقواعد الاجتماعية الانتخابية التركية القومية الداخلية عفوا بأنها تستطيع وأنها ترغب، وأن الخطوة الأخرى هي عبر التحالف مع روسيا والنظام السوري للقضاء على مشروع قوات سوريا الديمقراطية. لكن الوقائع على أرض تقول أن النظام السوري لا يستطيع عسكريا أن يواجه قوات سوريا الديمقراطية طالما التغطية الأمريكية موجودة، وأن روسيا من طرف آخر لا تملك أي مشروع لتحطيم الإدارة الذاتية، بل هي تحمل بوادر مبادرات لإجراء نوع من التفاوض بين الإدارة الذاتية والنظام في دمشق. لأجل ذلك لا يوجد أي حل عسكري متوفر بيد تركيا، وقوات سوريا الديمقراطية مطمئنة لذلك الاتجاه، لكن قوات سوريا الديمقراطية تتخوف من أن يعمل النظامان في دمشق وتركيا إلى يعني تشغيل الأدوات وتشغيل الخلايا التابعة لهما في هذه المنطقة وخلق نوع من القلاقل الأمنية والقلاقل الإرهابية في هذه المنطقة. شكرا. والحملات التي نشاهدها الآن على التلفاز هي لخلايا على الأكيد مرتبطة بهذين النظامين. شكرا جزيلا لك رستم محمود الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا من بروكسل. يزور وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو لبنان اليوم في زيارة تحمل رسائل من الرئيس إيمانويل ماكرون تؤكد ضرورة إنهاء الأزمات التي تعيشها البلاد. تأتي الزيارة في وقت لا يزال فيه الارتباك سيد المشهد اللبناني في ظل استمرار الفشل في التوصل لاتفاق حول الرئيس الجديد. مصادر فرنسية قالت إن زيارة لوكورنو ستستمر حتى 2 يناير، ويلتقي خلالها القوات الفرنسية العاملة في قوات الطوارئ الدولية. توقعت المصادر أن يلتقي لوكورنو مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الدفاع اللبناني موريس سليم وقائد الجيش جوزيف عون. إذن لا تخفي باريس نيتها لعب كل الأوراق التي بحوزتها من أجل إخراج لبنان من مأزق استمرار الفراغ الرئاسي. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن حزمة مبادرات قد تسهم في إنقاذ البلد، منها زيادة المساعدات الإنسانية وتمويل المشاريع الاجتماعية والصحية والتربوية للبنانيين. فبالنسبة لباريس وبجانبها واشنطن تشددان على ضرورة أن يختار الفرقاء اللبنانيين الرئيس الجديد، وألا يتكلوا على الخارج أن يختاره لهم. في المقابل يستغرب أكثر من مصدر دبلوماسي غربي عدم اقتناع بعض القادة السياسيين اللبنانيين بأن الدول المهتمة باستقرار بيروت ليست في مناخ العمل على اختيار الرئيس الجديد، غير أن ماكرون قال إن دور فرنسا ليس استبدال دور القوى السياسية في لبنان، لكن يجب تغيير القيادة في هذا البلد. تحدث ماكرون سابقا عن وجود خطة بمساعدة رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي من أجل أن يكون للبنان رئيس جمهورية ورئيس حكومة نزيهين.
الموقف الأمريكي من الأزمة اللبنانية مطابق مع موقف باريس، باعتبار أن ما يواجهه لبنان أشد تعقيدا من الأزمات الإقليمية في المنطقة التي تتولى متابعتها بحكم نطاق عملها. هذا وتشدد واشنطن على ضرورة تحمل أصحاب القرار في لبنان مسؤولياتهم والمضي قدما بانتخاب رئيس جديد للجمهورية كخطوة أساس للبدء بمعالجة الأزمات المتراكمة. فالأمريكيون أبدوا تخوفا كبيرا من الفراغ الرئاسي في لبنان، مشيرين إلى عدم انتخاب رئيس جديد سيؤثر سلبا في مصلحة لبنان والأمن الإقليمي، في خضم زحمة المبادرات الخارجية تستبعد الأوساط اللبنانية أن تنتج عنها حلول تنهي الفراغ الرئاسي، وذلك في إطار تسوية دولية إقليمية تتفق على اسم مرشح ما. هذه النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. العاصفة الثلجية تعيق الحياة في أمريكا. جلسة مشاورات جديدة بين الحكومة والاتحاد العام للشغل. على الحكومة أن تتفهم المطالب المشروعة والواقعية التي قدمها الاتحاد العام التونسي للشغل. اليوم على الحكومة أن تصارح الشعب التونسي بحقيقة أوضاعه وبحقيقة ما وصل إليه الوضع الاقتصادي والمالي. لمحت زعيمة الحزب الدستوري الحر عبير موسي لمقاطعة الانتخابات التشريعية. ما هي الخطوة الأولى التي سيبدأ بها الرئيس التونسي؟ قرار الرئيس التونسي قيس سعيد بدعوة قائد جبهة البوليساريو إلى تونس لحضور هذه القمة. ما الأسباب الممكنة لهذه الخطوة التونسية؟ هناك يعني اتفاق مسبق وخاصة في القمم الإفريقية اليابانية بأنه لن يتم استدعاء يعني جبهة البوليساريو. المسألة ليست من تنظيم تونس لوحدها، بل هي من تنظيم تونس إلى جانب ثلة من الدول وزعماء الإفريقيين. نتحدث عن أزمة قابلة للاحتواء، أم ممكن أن تتطور الآن بين تونس والمغرب؟ هي طفولة لا تعرف الحروب، العنف، القسوة، لا تعرف الكراهية. لكنها تدفع ثمن كل ذلك. أهلا بكم من جديد. أفادت مستشارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأن آلاف الجنود والمدنيين مفقودون في أوكرانيا منذ بداية الحرب الروسية في البلاد منذ فبراير الماضي. أكدت مصادر إعلامية غربية أن روسيا لدى روسيا أكثر من 3300 أسير حرب أوكراني، لكن في أوكرانيا يعتبر حوالي 15,000 شخص يعتبرون في عداد المفقودين، من بينهم العديد من المدنيين وحتى الآن مصيرهم مجهول.
أفاد سلاح الجو الأوكراني أن روسيا أطلقت 16 مسيرة إيرانية الصنع وأن الدفاعات الجوية الأوكرانية تمكنت من تدميرها كلها. أوضح سلاح الجو أن الطائرات المسيرة أرسلت من ناحيتي الجنوب الشرقي والشمالي. أما العاصمة كييف فما زالت تلملم أثار القصف الروسي العنيف الذي استهدف أمس وتسبب بانقطاع التيار الكهربائي في 90% من السكان وسط درجات حرارة متدنية تصل إلى ما دون الصفر. Маму скоро тоже откачала, ее забрала соседка. Я не знаю, тут соседи забрали. Не знаю. ملأت شظايا طائرات روسية بدون طيار شقة عائلة أوكرانية لتهدد حياة طفلهما رغم اعتراضها من قوات الدفاع الجوي للهجمات الروسية صباح اليوم. نشاهد. إلى ذلك نقلت وكالة ريا نوفوستي الروسية للأنباء أن إقليمي لوغانسك ودونيسك الانفصاليين أقرا دستورين جديدين. نشرت الوكالة صور تصويت برلماني لوغانسك ودونيسك غير المعترف بهما دوليا على الدستور الجديد الذي يسمح بتشكيل الهيئات من أجل التطبيق التدريجي للدستور الروسي. كانت موسكو قد أعلنت ضم 4 أقاليم أوكرانية رسميا نهاية سبتمبر الماضي. أبلغ الرئيس الصيني شي جينغ بينغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين في قمة عبر الفيديو أنه يتعين على بكين وموسكو التنسيق والتعاون عن كثب في الشؤون الدولية. كما أبلغ شي جينغ بينغ بوتين أن الطريق إلى المحادثات السلام بشأن أوكرانيا لن يكون سهلا وأن الصين ستواصل التمسك بموقفها الموضوعي والعادل بشأن هذه القضية. من موسكو تنضم إلينا مراسلة الحدث كاتيا طامة، ومن كييف مراسل الحدث حذيفة عادل. أهلا بكما على شاشة الحدث. أبدأ معك حذيفة، كنا تابعنا معك طوال اليوم بالأمس حجم الدمار في كييف الذي خلفه الهجوم الروسي. اليوم أيضا كان هناك مسيرات إيرانية الصنع استخدمتها روسيا في قصفها اليوم. ما هي التفاصيل؟ نعم، تحياتي ضحى. في الحقيقة يعني بفضل أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية والتي حصلت عليها حديثا من الولايات المتحدة الأمريكية ومن الدول الصديقة من الدول الأوروبية، استطاع الدفاع الجوي الأوكراني أن يدمر 58 صاروخا من أصل 70 صاروخا من طراز كروز وإس 300 تم إطلاقها بالأمس نحو العاصمة كييف. وكذلك اليوم استطاع الدفاع الجوي أن يدمر 16 مسيرة إيرانية الصنع شاهد 136 انتحارية استهدفت العاصمة كييف ومناحي أخرى في الدولة الأوكرانية. طبعا 7 طائرات استهدفت العاصمة كييف، تم تدمير طائرتين خارج حدود المدينة في الحدود الإدارية لولاية كييف و5 طائرات في سماء المدينة. بفضل ذلك ما زال الوضع، طبعا هذه الطائرات وهذه الصواريخ في الأساس استهدفت المنشآت الحيوية والبنية التحتية للطاقة، وبفضل الدفاع الجوي لم تصب هذه المنشآت
المنشآت بأذى كبير. يعني بالأمس كانت الإصابات طفيفة وخفيفة جدا كما أعلنت شركة الكهرباء، لذلك شبكة الكهرباء هي بذات القدرة التي كانت عليها قبل الهجوم، وهو طبعا الهجوم العاشر للاتحاد الروسي واسع، يعني هو الهجوم الواسع لنحو المنشآت البنية التحتية للطاقة، وعادت الكهرباء إلى معظم الأحياء. أعود إليك في هذه النقطة، نقطة الكهرباء وكانت انقطعت عن 90% من كييف، ولكن دعني أذهب إلى كاتيا والتطورات الجديدة حول إقرار إقليمي لوغانسك ودونيسك دستورا جديدا. ما الذي يقال في روسيا حول هذه الخطوة؟ مرحبا ضحى، بالفعل اليوم الإقليمين الجديدين اللذان تم ضمهما إلى هيكل الاتحاد الروسي، اليوم كنا شاهدنا تغيير في الدستور، هو ليس تغييرا جذريا، ولكن بما أن هذين الإقليمين أصبحا إقليمين روسيين هناك كان بعض التعديلات على الصياغة القانونية، ولكن تم الحفاظ على تسلسل الزعماء هناك أو القادة هناك أو المسؤولين هناك، ولكن فقط أن هذين الإقليمين أصبحا ضمن هيكل الإقليم الروسي، أصبح لديهم ليس برلمانا في دونيسك ولوغانسك، ليس برلمانا إنما هيكل شعبي تابع للإقليم الروسي كما تحدث اليوم في بيان لهما بعد التغييرات الدستورية. طبعا هذا يأتي طبعا كما ذكرت بعد ضم هذين الإقليمين اللذين كانا يعتبران أراضي أوكرانية أصبحا إقليمين روسيين. ضحى، أعود إليك في نقطة تصريحات حول محادثات السلام بشأن أوكرانيا وأنها لن تكون سهلة كما قال شي جينغ بينغ، ولكن أذهب مرة أخرى إلى زميلي حذيفة في كييف وحول انقطاع التيار الكهربائي. بالأمس كان هذا الهجوم الروسي تسبب في انقطاع 90% من أو الكهرباء عن 90% من المناطق، ما هو الوضع اليوم؟ نعم صحيح، النسبة 90% في مدينة الفيف و 40% في مدينة كييف، ووضع أصعب في الشرق وفي الجنوب، ولكن طبعا الضربات الصاروخية بالأمس لم تؤثر كثيرا على نظام الطاقة، كان هنالك أعطال خفيفة استطاعت شركة الكهرباء التعامل معها واستعادة التيار في معظم المناطق، تبقى بعض الأعطال التي ما جاري العمل عليها، ولكن شركة الكهرباء أيضا تطمئن المواطنين بأنها قادرة في فترة وجيزة من استعادة التيار لهذه المناطق. عدنا إلى الوضع الذي كنا عليه، وهو طبعا لا بد هنا أن نذكر أنه شهدت العاصمة كييف والولايات الشمالية والولايات الغربية تحسنا جيدا في وضع استقرار التيار الكهربائي. عدنا إلى البرمجة السابقة، طبعا لا توجد برمجة بجداول، ولكن كانت تقطع الكهرباء في الأسبوع الماضي حوالي 20 ساعة في اليوم، الآن تقطع مرتين في اليوم لفترة لا تزيد عن 4 ساعات، إذن المفقود هو 8 ساعات في اليوم في الولايات الشمالية وفي وسط البلاد وفي غرب البلاد، ولكن الأوضاع أصعب في شرق البلاد وفي جنوب البلاد. حذيفة، تبدو حركة السير من خلفك طبيعية، هل أنت الآن في مكان بعيد عن المناطق التي تم استهدافها سواء اليوم أو الأمس؟ نعم في الحقيقة يعني الاستهداف طال منطقة دارنسكي، وكانت إصابة ليست كبيرة، يعني بعض الشقق سقط زجاجها، كذلك منشأة صناعية في منطقة بيتشيرسكي، ولكن الإصابة الكبيرة كانت في ضواحي العاصمة كييف، في قرية صغيرة في ضواحي العاصمة كييف. داخل العاصمة بالأمس لم تتمكن الصواريخ الروسية أن تصل إلى أن تخترق الدفاعات في المدينة. طبعا أيضا هنا لابد أن أذكر أنه اليوم مع إطلاق الطائرات المسيرة نحو العاصمة كييف، تم إطلاق طائرة من طراز أورلان، وهي طائرة استطلاعية كانت تهدف إلى الكشف عن مناطق أو مناطق تمركز أنظمة الدفاع الجوي الأوكراني في العاصمة كييف، ولكن استطاع الدفاع الجوي أن يدمر هذه الطائرة قبل أن تدخل إلى داخل الأجواء وأن تستطيع من نقل المعلومات. نعم الحركة هي جيدة في العاصمة كييف، المواطنين يتحركون بشكل طبيعي
الطبيعي. اليوم تم إعلان حالة التأهب الجوي مرتين في الصباح نتيجة هذه الاستهدافات من الطائرات المسيرة الانتحارية، ولكن الآن الوضع عاد إلى طبيعته والمواطنين يتعاملون بشكل طبيعي والحركة بشكل طبيعية. أعود إلى كاتيا، وكان هناك تصريحات من الرئيس الصيني شي جين بينغ لنظيره الروسي بأن طريق محادثات السلام بشأن أوكرانيا لن يكون سهلا. سبق ذلك تصريحات حتى من روسيا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث فيه عن مسار للسلام ومسار للدبلوماسية. ما الذي يقال في روسيا حول مفاوضات ربما مرتقبة أو إقبال روسيا على مسار دبلوماسي؟ بالفعل ضحى، كثير الحديث في الآونة الأخيرة عن موضوع المفاوضات سواء كان من الجانب الروسي أو من الجانب الأوكراني أو حتى من الجانب الدولي من جانب الأمم المتحدة. واليوم كنا أيضا سمعنا أن الرئيس الصيني قد رحب بمبادرات أو رغبة روسيا في إجراء محادثات، ولكن حتى الآن هنا في موسكو بالتحديد لا أحد يرتقب أن يكون هناك محادثات للسلام في الأفق القريب، لأن كما تعلمين العملية العسكرية الآن مستمرة والشروط التي وضعتها روسيا لن تتنازل عنها، وبالأخص بعد تصريحات الكرملين قال أن روسيا فقط ستدخل بالشروط التي هي وضعتها إلى محادثات السلام ولن ترضى في بحلا دوليا أو باقتراحات الرئيس الأوكراني زيلينسكي التي أيضا سمعناها في الآونة الأخيرة. هي ستدخل فقط بالشروط التي تضعها، وهي كما تعلمين الاعتراف بدونباس وبشبه جزيرة القرم كأراضي روسية، وهذا ما ترفضه كييف. لذلك من المبكر الحديث عن موضوع المفاوضات الآن، ولكن كان هناك تصريح اليوم للكرملين الذي يخص الانتخابات الرئاسية الروسية التي ستجري العام المقبل، والذي تحدث خلالها بيسكوف أنه الرئيس الروسي سيقوم بإجراء أو إنهاء شيء ما حتى بداية هذه الانتخابات، ولربما هنا الحديث سيدور عن العملية العسكرية ورغبة روسيا بإنهائها في العام المقبل، وبالطبع الحسم العسكري هنا، الحديث عن الحسم العسكري على الأرض. كنا أيضا نشهد الآن تكثيف القصف من الجانب الروسي على الأراضي الأوكرانية. اليوم الدفاع تحدثت عن أنها قامت باستهداف مراكز قيادة ومراكز الطاقة في أوكرانيا، لربما هذا التكثيف سيكون ليتم إنهائه وحسمه على الأرض في العام المقبل ضحى. شكرا جزيلا لكما على كل هذه المعلومات والتفاصيل من موسكو مراسلة الحدث كاتيا طعمة، وأيضا من كييف مراسل الحدث حذيفة عادل. شكرا جزيلا لكما. بعد انتهاء العاصفة الثلجية التي ضربت الولايات المتحدة، يقوم سكان مدينة بوفالو بمحاولة إزالة الثلوج المتراكمة والتي تمنعهم من العودة إلى الحياة اليومية، إلا أن السكان يشتكون من بطء هذه العملية. County to open up their city, their towns, and everything else. In a matter of days, here they opened up the city of Buffalo 1 week later, and it still ain't done right. We've been plowing for about 5 days. It's been real hard. The storm was crazy. But now it's getting wet, so it's getting much heavier, which makes it harder to work. في ختام النشرة تذكر بأبرز ما جاء فيها. احتجاجات مستمرة في إيران، وخطيب جمعة الزاهدان يطالب بوقف القمع والامتناع عن سجن الأطفال. تقريران دوليان يؤكدان اعتقال قرابة 50 صحفياً في إيران منذ بدء الاحتجاجات، غالبيتهم نساء. مقتل عمال بحقل التيم بهجوم لداعش في دير الزور، وعملية مشتركة للتحالف الدولي والأكراد تضبط 50 داعشياً.
قصف روسي مكثف على أوكرانيا وإقليم لوغانسك ودونيتسك يقران دستورين جديدين. ختم هذه النشرة مشاهدينا، تابعوا قناة الحدث على منصات التواصل الاجتماعي وعلى الحدث دوت نت. إلى اللقاء. Thank you.